بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا يعطيكم ألف ألف عافية يا رب ويديم عليكم الخير والصحة والعافية. خلصنا الوحدة الأولى، طبعا هي وحدة طويلة شوي، ليه؟ لأنه التذوق فيها طويل شوي، قواعدها حتى طويلة شوي. الآن الفهم والتحليل كمان نفس الإشي، المعاني اللي موجودة فيها حتى شرح الآيات نفسها. الآن ننتقل للوحدة الثانية، إن شاء الله رب العالمين تكون الأمور أخف، وإن شاء الله الوقت اللي راح نقضيه في مكثف هاي الوحدة إن شاء الله رب العالمين يكون بسيط. طبعا أنتم متذكرين معي إنه هذا الدرس اللي هو صناعة السرور، الآن كان في أفكار، واحدة من هاي الأفكار إنه الجانب الأقوى في توليد السرور هو الجانب النفسي الداخلي للإنسان، فيجب على الإنسان أن يركز على هذا الشيء، مو يركز على الظروف المحيطة فيه لأنه ما بيقدر يسيطر عليها ويخليها تعطيه إيش، تعطيه سرور. كمان كانت في فكرة موجودة، قوة الاحتمال تعتمد على أنه الطالب الإنسان بشكل عام، طبعا الإنسان بشكل عام يجب أن يكون عنده قوة احتمال، فكل ما كانت قوة الاحتمال أقوى كل ما كان السرور في حياته أكثر، كل ما كانت قوة الاحتمال أقل كل ما كانت مساحة السرور في حياته أقل. كمان حكينا عن أنه قوة الناس في توليد السرور مثل المصابيح، فالإنسان القادر على توليد سرور بطريقة عظيمة جدا مثل مصباح الحفلات، أما اللي عنده شوية سرور مثل مصباح غرف النوم يكون خافتها، أما اللي ما عنده نهائيا قدرة على خلق سرور مثل المصباح المحروق. حكى كمان أنه يجب على الإنسان أن يكون مساحات الفراغ بحياته قليلة، ليه؟ لأنه الفراغ يخلي الإنسان يلتفت إلى نفسه ويصير يفكر بنفسه أكثر مما يسبب له الضيق. قال أنه السبب في أنه الإنسان دائما حزين هو دائما يجعل نفسه هي محور العالم، فيجعلها هي اللي تتحكم بعلاقاته بالناس. لا، أنت نفسك هي عبارة عن شيء بسيط جدا، لما زي ما حكى هو النقطة في محيط، فلا تجعل نفسك هاي أنه هي اللي راح تتحكم بالعالم، هي اللي راح تمنح لهم السرور، هي اللي راح تمنح لهم إيش، الحزن. الآن قال يجب أن تتحكم في سير الخطابات المحزنة مثل ما تتحكم في حجارة الشطرنج، فأنت إذا كان في خطاب محزن تحكم في هذا الخطاب ووجهه لإشي مفرح. آخر إشي حكى فيه إنه الحياة هينة فما بنعطيها أكثر من قدرها، وقال عيش الحزن مرة واحدة لا تعيش الحزن مرتين. هاي أفكار موجودة، يعني في أفكار كمان موجودة، الطالب ياريت لو يرجع للفقرات وهاي الفقرات إنه يفهم كل موضوع موجودة فيه، لأنه حكينا إحنا بدنا الأسئلة الفهم والتحليل غطت معظم الفقرات الموجودة. تعالوا خلينا نشوف ونبدأ بمين. بعض الكلمات تقلده أن يلبس قلادة، حظي بشيء أي حصل عليه، ناكس البصر طأطأ البصر، تقض مضجعه ما تخليه ينام تمنعه النوم، لم يلقي لها بال ولا كأنها موجودة قدامه لم يهتم بها، الإخفاق اللي ما رح يصيب إن شاء الله ولا واحد منا اللي هو الفشل، رجحان الكفة أي ميل الكفة، جلوت عينيك أي أوضحتهم، أرهفت سمعك أي رققت، استعظ بهذا الشيء بذاك الشيء اللي هو استبدله، الأفق مدى اطلاع، الرخاء سعة العيش، تثقل كاهله يتحمل فوق طاقته. الإشي المزدوج مكون من شغلتين، يقبض أي يمسك، يصرفه يتحكم به، مقبض ضاقت فيه الحياة، يعني عايش وضع مقبض أنه ضاقت فيه الحياة، التطبع أنك تكتسب ثقافة ما غير ثقافتك. من هو الكاتب؟ أحمد أمين. هذا أحمد أمين نحفظ الاسم، أديب ومفكر مصري أنشأ مجلة الثقافة، ممكن يجي هذا السؤال زي ما إجا سنوات سابقة، شارك في إخراج مجلة الرسالة، هذا السؤال إجا فبدك تدير بالك عليه. مؤلفاته صلى الضحى وصلى الفجر، يعني فجر الإسلام وضحى الإسلام، وفيض الخاطر مهم لأنه أخذ منه النص. جو النص يلا نحفظه مدامنا ما رح نحفظ فقرات. بيّن أحمد أمين كيف يمكن للإنسان أن يكون سعيدا، لأن السرور ينبع من داخل الإنسان لا من الظروف الخارجية المحيطة، ويذكر السبل والوسائل التي يمكن بها أن يحقق الفرح والسرور، ونحو أن يكون قويا متحمل الصعاب، وأن لا يفكر بنفسه كثيرا وكأنها مركز العالم، وأن يملأ وقت فراغه بما هو نافع ومفيد مثل العمل، وهو يرى أن على الإنسان الذي يبحث عن السرور أن لا يفكر فيما هو سلبي بل كل ما هو إيجابي، وأن يجتهد في أن يجعل السعادة طبعا من طباعه. طبعا في أسئلة فلسفة بالفهم والتحليل، الله يعيننا هسه عليها أنا وياكم. الآن المعجم والدلالة هون بدك تبصم بصم بدك تبصم. شو هي الهالة؟ هي الدائرة من الضوء تحيط بالجرم السماوي. الهالة دائرة تحيط بالجرم السماوي، بقمر بغيره، تؤرق جفنه تمنعه النوم للمرة الثانية. هون التناجي أنك تحكي مع صديقك أسرار، تبادل الأسرار بين اثنين في أمر ما. الغبطة هي النعمة والسرور، يقول يغبط الإنسان يعني أنه يتمنى له نعمة وسرور. البيادق مفردها البيدق، وهو الدليل في السفر، والجندي الراجل هي معنيا،
ومنه بيدق الشطرنج هي الثالث اللي هو المقصود. فالمقصود بيدق الشطرنج هون. الزمام خيط يشد به، ديروا بالكم ترى المقصود مين، اللي هو جندي الشطرنج المقصود فيه هون. الزمام خيط يشد به، وزمام الأمر ملاكه أي قوامه وعنصره الأساسي. البهاء النور، معاني بدك تحفظها، يتألق يلمع يشع أو يشرق، المحيا وجه الإنسان، حرج الصدر ضائق، وكاسف الوجه عابس أو حزين. يا ريت لو نحفظ هاي المعاني بصم يا طلابنا. الآن بعد ما خلصنا المعاني وحفظناهم وتعرفنا على الكاتب وعرفنا مؤلفاته وعرفنا جو النص وعرفنا فكرة النص نفسه، يلا ننتقل لزخم الحفظ. هون بدك تكون أنت واعي أنه كل سؤال موجود بالفهم والتحليل إذا أنت حفظته أنت طلعت من الدرس، إذا أنت حفظته أنت طلعت من الدرس. لكن إذا أنت ترمي الحمل على أنه أنا رح أعرف أتعامل مع الأسئلة، دير بالك ترى بالوزارة صاروا يجيبوا لك أسئلة الإجابات متقاربة من بعض، فأنت إذا أنك كنت حدق وأنك تميز أنه هاي الصح وهاي لا، راح تكون في إجابات قريبة من بعض فراح تضيع أنت. مين اللي ينقذك؟ أنك حافظ السؤال وإجابته. يلا بسرعة خلينا نفوت على الأسئلة ونشوف. بما يستطيع الإنسان تحقيق نعمة السرور، هذا بالفقرة الأولى، يستمتع بالسرور. كيف يحقق نعمة السرور؟ يستمتع بالسرور إن وجدت أسبابه ويخلقها إن لم تكن، بده يطلع سرور لأسباب. لما عد الكاتب السرور فن؟ ليش قال عن السرور فن؟ سرور كسائر شؤون الحياة فن، فمن عرف كيف ينتفع بهذا الفن استثمره واستفاد منه، ومن لم يعرفه لم يعرف أن يستثمره. ليش قال فن؟ هسا واحد بالله يغني صوت حلو، هذا الصوت الحلو الموجود عنده هون إذا عرفه وتعرف عليه واستثمره هي استفاد منه. فالآن نفس الشيء، واحد موجود جواته سرور، ليش ما يستثمره؟ ليش ما يستفيد منه؟ الكاتب هاي الفكرة اللي بده يوصلنا إياها. قوة الاحتمال لدى المرء تجعله أقدر على جلب السرور لنفسه، وضح ذلك. هذا قلنا له إذا كان قوة الاحتمال أعظم مساحة السرور أكثر، قوة الاحتمال أقل مساحة السرور أقل راح تكون. إن قوة الاحتمال تجعل صاحبها يتخطى الهموم، ذلك أن الإنسان الضعيف ما يصاب بالتافه من الأمر حتى تراه مهموما حزينا، وهي إذا حدثت لمن هو أقوى احتمالا لم يلقي لها البال ولم تحرك نفسا منه، ونام ملء جفونه رضي البال فارغ الصدر. فالآن يلا نتفق على أنه الإنسان كل ما كان عنده قوة احتمال أكثر لم يلقي للتافه من الأمور بال وعاش حياته سعيد. أما الإنسان اللي يتأثر بأي إشي يصير بحياته هذا ضعيف احتمال، وهذا يؤدي إلى أنه دائما ضائق الصدر ودائما حزين. سؤال 4، يعتمد تحقيق السعادة على النفس أكثر مما يعتمد على الظروف المحيطة بالشخص، بين رأيك. موافق، أكيد أنا موافق راح أكون، ذلك أن الإنسان يستطيع أن يسيطر على نفسه حتى يخلق سرور، لكن لا يستطيع أن يسيطر على الظروف المحيطة فيه. يعتمد السرور في رأي الكاتب على نفس الإنسان أكثر مما يعتمد على الظروف المحيطة، وافق الكاتب فيما ذهب إليه. سؤال 5، اذكر أبرز مظاهر انغلاق الإنسان على نفسه، أعطيني أدلة من النص أنه الإنسان منغلق على نفسه، أنه كثير التفكير في نفسه حتى كأنها مركز العالم، وأنه يقيس كل المسائل بمقياس كمان نفسه، ويديم التفكير في نفسه وعلاقته مع العالم الخارجي. فإذا الزلمة دائما يفكر في نفسه، دائما هذا يقيس كل المسائل حسب نفسه، ودائما يفكر في نفسه وعلاقتها مع العالم الخارجي. كيف يستطيع تجاوز انغلاقه على نفسه؟ كيف أنا أقدر أني انغلاقي على نفسي أتجاوزه، أني أوسع الأفق وأبطل أفكر بنفسي؟ بتوسيع أفقه ونسيان نفسه حتى يشعر بأن الأعباء التي تثقل كاهله والقيود التي تثقل بها نفسه قد خفت شيئا فشيئا. في سؤال 7، محتمل كثير، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة؟ استخرج من النص ما يوافق هذا الشيء، اللي أكثر الناس فراغا أشدهم ضيقا بنفسهم. هو شارح شو حاكي؟ ذلك أن الإنسان لا يحس بالضيق والفراغ إن أشغل وقته واستثمره بالعمل فيشعر بلذة إنجازه ويحصل ثمرة تعبه. المقصود الفراغ يسبب لك ضيق النفس دائما، أنت لما يكون عندك فراغ ما بتشتغل تفكر بنفسك إنه في إخفاق، لكن أنت لما تشتغل تنسى نفسك هون. وهي رح يجينا سؤال على هذا الحكي، كيف يحقق كيف يحقق العمل السعادة للإنسان؟ إذا استغرق الإنسان في عمله وفكر فيما حوله كان له من ذلك لذة مزدوجة، أول شيء لذة الفكر والعمل أنه يعمل، ثاني شيء لذة نسيان النفس. سؤال 9، على الإنسان أن يوجه تفكيره إلى الفرح والبهجة، بين ذلك. كيف يوجه؟ هذا حكيناه بيادق الشطرنج، أنه يحول الحديث المحزن إلى حديث إيش؟ فيه سرور.
أن يقبض المرء على زمام تفكيره فيصرفه كما يشاء، فإن هو تعرض لموضوع مقبض كأن يناقش مع أسرته موضوع محزن أثار مسألة أخرى سارة ينسى بها الحزن اللي هو موجود فيه. قال تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الآية السابقة شو شرحها؟ شرحها أنه أنت لازم لا تقدر الحياة فوق قيمتها. لا هنا اللي يحكي الله صلى الله عليه وسلم محمد أعطيني من النص ما يوافق، ألا تقدر الحياة فوق قيمتها، فالحياة هي نافع من خيرة ما استطعت. هسا التفسير أنه يجب على الإنسان أنه يعمل للآخرة ما يعمل لإيش للدنيا، أنه لا تلهيكم الحياة الدنيا بما فيها من عيش الرغد ونعيم زائل عن العمل الصالح للآخرة. طبعا سؤال طلابنا، وصلنا للسؤال رقم إيش 11. أنت كطالب الآن بدك تنتبه، هذا الدرس حكيت قبل أدخل بأسئلة الفهم والتحليل هو عبارة عن كارثة الفصل الأول، الأسئلة فيه صراحة فيها شوية فلسفة الأسئلة وإجاباتها، فالطالب بده يصبر على حاله شوي حتى يتقن هذا الدرس ويطلع منه. هذا الطالب اللي يطمح إلى العلا أنه يسكر العلامة، أنه ما يوقف قدامه أي إشي نهائيا، اكتساح لأي سؤال مع إجابته يحفظهم. زائد هذا السؤال رقم، هاي الدرس رقم 2، يعني المفروض أنك أنت خلال السنة اللي فاتت كلها كامل هاي عرفت أنه هذا الدرس صعب وظليتك ترجع له ترجع له ترجع له لما هديت كل الأسئلة وقدرت أنك تتقنهم. نقول يا رب خلينا نكمل طلابنا. ناقش قول الرسول صلى الله عليه وسلم مالي ومال الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. الآن النقاش أنه الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه إحنا بهاي الحياة الدنيا إحنا راحلين، يعني ما في حدا فينا رح يخلد في هذه الحياة الدنيا، فيجب علينا أن لا نأخذ متاع عظيم جدا لهذه الدنيا. يعني أنه المقصود فيها أنك تقعد تحت ظل شجرة، ما بدك تشتري عفش كامل حتى تقعد تحت ظل هاي الشجرة، لأنك ساعة ساعتين ومغادر هاي الشجرة. والمقصود فيها أنه ما نهتم بهاي الدنيا نفس الشيء. الإنسان في هذه الحياة الدنيا عابر سبيل، والراكب الذي يستظل تحت شجرة لا يعمد إلى أثاث فخم يضعه في ظل الشجرة، وإنما إلى ما تيسر، لأنه راحل وعابر سبيل، يعني زي وزي اللي عايش في هاي الحياة الدنيا. فكيف يجعل المرء السرور عادة في رأي الكاتب؟ كيف يجعل؟ هذا السؤال دير بالك عليه، اللي هو يتصنع الفرح والسرور والابتسام في مواقف حياته ويتعودها حتى يصبح التكلف طبعا، فيفعل ما يفعله الفنانون فيتشاعر حتى يصبح شاعرا ويتخاطب حتى يصبح خطيبا. هذا اللي موجود إيش بالنص كان. سؤال رقم 13، اقتر حلا أنت لما يأتي. شخص يخاف من الإخفاق أقول له جرب وتدرب وانطلق بأفكارك، فالمرء لا يصل إلى النجاح إلا بعد اجتياز العقبات وتحدي الصعوبة. طب شخص ينظر إلى الحياة بمنظار أسود نقول له الحياة هينة بسيطة لا تعطيها فوق طاقتها. شخص غارق في الهموم نقول له لا تظلك تفكر فيهن، وجه تفكيرك لناحية ثانية تدخل لك السرور، أن يحول ناحية تفكيره إلى ما يسعدهم. 14، في ضوء فهمك النص وازن بين شخصين أحدهما قادر على خلق السرور والآخر شديد الضيق بنفسه. يلا الأول راح يكون متفائل سعيد واثق بنفسه قادر على تحمل جميع الصحاب، أما الثاني شو راح يكون؟ راح يكون حزين متشائم لا يستطيع مواجهة الصعاب. فالآن الأول متفائل سعيد، الثاني حزين متشائم. الأول راح يكون قادر على تحمل جميع الصعاب، أما الثاني لا يستطيع مواجهة الصعاب. 15، للأسرة أثر كبير في تنشئة جيل متفائل قادر على العطاء، بين كيف يتحقق ذلك. طبعا أنت لما تكون عايش بأسرة هاي الأسرة فيها حب وفيها تعاون أكيد راح تنتج نتج أو أبناء صالحين، وهذا المقصود. أما إذا كنت على النقيض تماما أنك أنت عايش بعيلة دائما في مشاكل، النتيجة راح تكون أنه أنت لما تكبر راح تنشأ على هذا الشيء. بخلق السرور في جو الأسرة والابتعاد عن كل ما يفسد العلاقة بين أفرادها وإشاعة الألفة والمحبة والأمان وترقب الخير والنجاح في أعمالها، فيصبح كل فرد فيها مطمئن البال ساكن النفس قادر على العطاء. في مقولة لميخائيل نعيمة، الآن هاي المقولة بدي الكاتب أو وضع السؤال التوافق اللي بينها وبين الفقرات الموجودة بالدرس بدك تبينه. الآن المقولة اللي هي على قدر ما تتسع نافذتك أو تضيق يتسع الكون الذي تعيش فيه أو يضيق، اللي هو وسع أفقك لا تفكر بنفسك كثير. الآن الشرح، إذا امتلك الإنسان عقلا واعيا وأفقا واسعا سيرى العالم من حوله واسعا رحبا فتخف الأعباء والهموم. أما إذا انخلق الإنسان انغلق على نفسه ولم يفكر إلا في ذاته سيبقى أسيرا لنفسه تتمكن منه الهموم وتؤرقه. فبقدر رؤية الإنسان مدى
بقدر مدى رؤية الإنسان وأفقه ستسعده الحياة أو تشقي. طب الآن الزلمة قاعد يحكي على قدر ما تتسع نافذتك أو تضيق يتسع الكون أو يضيق. والإحنا الكاتب عندنا يحكي أنه الإنسان كل ما فكر بنفسه أكثر يسبب له هذا الحزن، لكن إن وسع التفكير ولم يفكر في نفسه فالآن شو اللي يصير فيه؟ اللي يصير أنه سيرى العالم من حوله واسعا رحبا فتخف أعباؤه وهمومه. آخر سؤال من أسئلة هذا الدرس طلابنا، هل ترى أن الكاتب وفق في توضيح العاملين؟ سؤال مكرر والتركيز عليه وأسئلة الوزارة أصلا مركزة عليه، العاملين الداخلي والخارجي. نعم كان موفقا في ذلك، فإن العامل الداخلي هو الذي يستطيع أن يمنحنا السرور، لكن لا نستطيع السيطرة على الظروف الخارجية أنها تمنحنا إيش؟ تمنحنا السرور. طبعا أسئلة طلابنا إحنا قاعدين نقرأ هاي الأسئلة، السبب في ذلك وأنا قاعد أقول أقرأ هاي الأسئلة لأنه مرة على مرة مرة على مرة سماع الطالب إن شاء الله رب العالمين رح ينجز فيها، على الأقل تصير فيه براسه فكرة تساعده بالامتحان إن لم يستطع الحفظ إنه يختار الإجابة إيش الصحيحة. الآن ننطلق للتذوق الجمالي. طلابنا رح يكون بسيط التذوق الجمالي، مش بزي الدرس الأول، فرح يكون بسيط جدا إن شاء الله. التذوق الجمالي وضح الصور الفنية فيشرق في محياه، صور الكاتب السرور نور يضيء وجه صاحبه. تمام؟ يتدفق من وجهه. الآن في صورتين هون، صور السرور ما يتدفق من وجه المسرور، وصور الوجه نفسه كمان نبع يطلع منه هاي ايش الماء. يشتري ضحكات، ما حد يقدر يشتري ضحكة، فصور الضحكة سلعة تشترى. والقيود التي تثقل بها نفسه، صور القيود، صور الأعباء بقيود ثقيلة الوزن. دير بالك ترى أنا قلت صور القيود، إذا إجتك بالوزارة صور القيود بالأعباء صفر، دير بالك. فالآن صور الأعباء بقيود ثقيلة الوزن. تتناجى الهموم في صدره، الهموم مش أشخاص، هي معنوي صح ولا لا؟ فصور الهموم أشخاصا يطلعون بعضهم بعضا على عواطفهم وأسرارهم، كالمصابيح عارفين قصتها صح؟ كالمصباح المحترق، صور من لا يستطيع خلق أي نوع من السرور مصباحا محترقا. المضيء بقدر، كمصباح النوم، صور من فيه قليلا من السرور بضوء المصباح الخافت ليلا. مصباح الحفلات، صور من يقدر على خلق السرور وبثه في الآخرين من حوله مصباحا يوري، ينوري في الحفلات. آسف. وضح الكناية، هيني أنا أستاذ أحمد دعجة أحط لك، تفضل علاوي، مهم جدا. فالآن انتبه لهاي الأسئلة، هاي الأسئلة في سؤال نص حرفي رح يجيك منها، انتبه له. وضح الكناية في كل ما تحته خط فيما يأتي، نام من أجفونه رضي البال، كناية عن الراحة والطمأنينة. دير بالك ترى يحكس لك السؤال، فاحفظ السؤال وإجابته. تقض مضجعه القلق وقلة النوم، ناكس البصر، كناية عن الحزن والعبوس. وظف الكاتب في النص بعض عناصر الطبيعة، شو هي؟ الشمس والقمر والنجوم والبحار والأنهار، دير بالك إشي من الطبيعة وظفهم. إلى أي مدى نجح في توظيفها؟ جاءت منسجمة مع موضوع السرور الذي عالجه الكاتب، ففي توهج الشمس والنجوم بريق يبعث على السرور، وكذلك القمر في تقلده هالة، تمام؟ والأنهار والبحار والنجوم ليش استخدمنا ذول؟ خدمت فكرة، شو الفكرة اللي خدمتها؟ اللي هي كثرة تفكير الإنسان في نفسه. فالآن يلا، الآن الشمس تقلد هالة اللي هي يبعث السرور، طيب والأنهار والبحار والنجوم كثرة تفكير الإنسان في نفسه وكأنه مركز العالم. وضح دلالة عبارة، كل عبارة مما يأتي، غير مصباحك إن ضعف. الآن احفظ ضرورة تغيير المرء حياته النفسية ويبحث عن السرور أو أسباب السرور. طب كثرة تفكير الإنسان في نفسه كأنها مركز العالم، إنه مهتم بذاته ويجعلها محور علاقاته مع الآخرين. الفقرة الثالثة في فن دائما يجيبوا هذا الإشي اللي هو المقابلة جملة عكس جملة، يشقى في النعيم وينعم في الشقاء. الآن هاي جملة عكس جملة، طب يا طلابنا هاي الجملة اللي عكس جملة بين دلالتها، تدل على أنه الزلم عبقري، دلالة على براعة الكاتب في توكيد المعنى توضيحه وتقريبه إيش من النفس. في عنا أسلوب ثاني، أسلوب التفضيل، التفضيل على وزن أفعل وفعل للمؤنث، إحنا ما أنا دخل إلا بأفعل هون، اللي هو تفضل إشي على إشي أكبر أقوى، تمام؟ الآن هذا الأسلوب اللي هو زي أكثر أشد، تمام؟ هاي شدة هون وأقوى. طب ما دلالة استخدامه؟ يقارن بين الأشياء ويبين من منهم أفضل. هيك طلابنا التذوق نكون خلصناه، ترى سهل جدا التذوق، صور فنية خلصناهن، دلالات خلصناهن، في عنا كمان دلالة عبارات كمان خلصناهم، هذه كناية كانت وهي دلالة، نفس الإشي الكناية والدلالة ترى.
الآن في الفقرة الثالثة فن بديع اللي هو المقابلة، عرفنا شو هو وليش استخدمه، وكمان أسلوب التفضيل شو هو وليش استخدمه. هذا اللي أنت تكون إن شاء الله رب العالمين قادر على أنك تجتاز بإذن الله، بإذن الله عز وجل كل سؤال وإجابته تكون قدام عينك إذا كنت حافظ، لأنه هاي الأسئلة ربنا ينقذك فيها إذا كنت أنت مش حافظ، يعني إلهام من ربنا، حط إيدك هون، حط دائرة خلص. أما أنك أنت تعتمد على حالك ما أنت مش حافظ أصلا. أما الطالب الحافظ ما بتأخذ معه أجزاء من الثانية يختار الإجابة، وهذا الإشي اللي يخلي بعض الطلاب سريع في الإجابة وبعضهم بطيء بالإجابة. هيك طلابنا نكون خلصنا التذوق الجمالي، وشفتوا قديش هذا التذوق الجمالي إنه بسيط. طيب ننتقل الآن لإشي ثاني طلابنا اللي هو قواعد الهمزة. يا طلابنا الهمزة الآن في بالبداية 5 وصل و5 قطع، بالوسط حركتها وحركة اللي قبلها، بالأخير تطرفت بعد حركة. فالآن احفظ معي يلا، بالبداية وصل وقطع، بالوسط حركتها وحركة اللي قبلها، بالأخير تطرفت بعد حركة. تطرفت بعد إيش حركة؟ تعالوا خلنا نشوف. الهمزة في بداية الكلام همزتا الوصل والقطع. أول شيء همزة الوصل هي التي تكتب بصورة ألف بدون همزة ولا تنطق في درج الكلام، يعني ما بتنطق بالمرة. وين مواطنها؟ همزة بعض الأسماء تحفظن زي اسمك، ابن وابنة مذكر ومؤنث، اثنان واثنتين أو اثنين واثنتين مذكر ومؤنث، امرؤ وامرأة مذكر ومؤنث وكلمة اسم. هذول حسك عينك يجي عليهم همزة، يعني كلمة اسم الناس تكتبها زي هيك، هذا شطب تمام. ويوم الاثنين دفاتر كثير مكتوب عليها هيك، هذا شطب، هذا بدك تدير بالك، هذا غلط. إذن أول موطن لهمزة الوصل بعض الأسماء، بعض الأسماء اللي هي ابن وابنة واسم واثنان واثنتين وغيرهم. الآن أمر الفعل الثلاثي يكون بين إيديك فعل أمر الماضي تاعه ثلاثي، هذا في أوليته ألف، هاي همزة وصل. من كتب أكتب، من جمع أجمع، من درس أدرس، ويكون فعل أمر. يلا الموطن الثاني أمر الفعل الثلاثي، ركز. الخماسي والسداسي ماضيهم وأمرهم ومصدرهم وصل. الآن أنت اقتصد 5 واقتصد 5، قام بعملية اقتصاد، هذا 6 بس لما ترجعه للماضي اقتصد. فهذول ماضي من الفتحة، أمر من السكون، مصدر من الألف اللي قبل الأخير، كلهم يبدوا بألف وهمزتهم همزة وصل، هذا لأنه ماضي الفعل الخماسي، أمر الفعل الخماسي، مصدر الفعل الخماسي. نفس الإشي ألف سين تاء سداسي، إذا آخره فتحة ماضي الفعل السداسي، سكون أمر الفعل السداسي، قبل الأخير في ألف صار 7 مصدر الفعل السداسي. فالخماسي والسداسي في ماضي وأمره ومصدره همزة وصل. آخر شيء همزة أل التعريف المتصلة بالاسم، هيها هاي دائما تكون همزة وصل هون. فيلا يا طلابنا همزة الوصل في أمر الفعل الثلاثي 7 أسماء، ماضي ومصدر وأمر الخماسي والسداسي، وهمزة أل التعريف همزة وصل. طيب حلو. الآن نأتي إلى همزة القطع اللي تكتب فوق أو تحت. أحمد فوق، أسامة فوق، الآن إحسان تحت، وتحبوا الله بموضوع التعبير يا ناس يا هو يا رب يا رب يا رب الهمهم يا رب الهمهم يا رب المعرفة. يقطع شرك كاتب كلمة الإنسان الهمزة فوق، يقطع شرك كيف تلفظها أنت؟ الإنسان الإنسان، مخ ما فيه، يعني أنت ليش حطيت الهمزة فوق الهمزة تحت الإنسان والعكس؟ يعني لما تكون الهمزة فوق يحط لي إياها تحت، ولما تكون تحت يحط لي إياها فوق. اتقي الله عز وجل يا زلمة، ارجع اقلفظ الكلمة وركز شوي، ترى المصحح بالوزارة يدقق على هاي الأخطاء. فأنت بهالهمزة حطها بمكانها، حطها وإذا ما بتعرف تحطها مكانها لا تحطها بالمرة، الله يرضى عنك يا رب. الآن همزة القطع اللي هي فوق أو تحت، ماضي ومصدر الفعل الثلاثي السك، يعني ما في ولا حرف زيادة. فالآن أنت أكل أكل، أخذ أخذ، هذا ثلاثي بالمصدر والماضي تاعه همزة وهمزة قطع، همزة وهمزة ايش قطع. دير بالك ترى راح تقول لي طب انت جبت سيرة الثلاثي غاد، كانن 4 حروف بالامر، ما احنا زدنا الف صارن 4 حروف، هذا سك 3 هون، فماضي ومصدر الفعل الثلاثي. الرباعي جبنا سيرته لسه صح، فالرباعي من خانة القطع، الرباعي بالماضي والمصدر والامر، فاحسن من الفتحة، أحسن من السكون، إحسان من الألف هون. هذول الثلاث صيغ لأنهن لرباعي همزتهن همزة قطع، فالرباعي همزة قطع. الفعل المضارع المسند للمتكلم يا ناس يا هو يكون فعل مضارع، يزبط مع كلمة سوف، يزبط مع كلمة إيش؟ سوف، مش تسويه أنت حتى يزبط مع سوف. يعني بقدرش أقول سوف أحسن، سوف يحسن تمام. الآن تعال كل فعل مضارع يبدأ بآ همزة قطع، مضارع انتبه يعني بده يصير،
يعني مثلا أسامح أنا قطع، ودافع أنا قطع، يلا همزة القطع راح تكون في ماضي ومصدر الثلاثي المهموز الفاء، راح تكون ماضي وأمر ومصدر الفعل الرباعي المهموز أول ويكون فيها همزة هون. الآن نأتي إلى الفعل المضارع المسند للمتكلم، قاعد أقول لك مضارع لأن المضارع دائما يبدأ بياء، إحنا متعودين نخليه يبدأ بياء، متى المضارع يبدأ بآء؟ لما يكون للمتكلم إلي، فهمزة تكون قطع هون. حروفك اللي باللغة العربية كلهن قطع، فالحروف أو أم وأن بدون ما تحفظ لي عطف ونصب وغيره هون، إن إلى الاستفتاح ألا أما وكلمة أي هاي اللي هي للجواب اللي قلنا أو للنداء أو غيره تكون همزتهم همزة قطع. الأسماء اللي من ذكرت غاد ابن وابن واثنان واثنتان أي اسم غيرهم يكون همزة قطع، فإسماعيل أفق إنسان أهم أسباب أعباء أي اللي عليها شدة هون أب إذا هذول كلهم همزة قطع لأنها باقي الأسماء، خمسة للوصل خمسة للقطع احفظهم. إذا ما بدك تحفظ هاي مشكلتك أنت، لأن أنا أحفظ أمر الفعل الثلاثي، أمر وماضي ومصدر الخماسي والسداسي، سبع أسماء للتعريف أحفظهم إنهم همزة وصل، الخمسة اللي حكيناهم. الآن ماضي ومصدر الثلاثي المهموز الأول، ماضي وأمر ومصدر الرباعي، همزة الفعل المضارع المسند المتكلم، والحروف وباقي الأسماء هذول قطع نحفظهم. الآن نأتي طلابنا إلى مكان آخر للهمزة اللي هو الهمزة اللي وين؟ متوسطة، الهمزة اللي تكون متوسطة وجاية بنص إيش؟ بنص الكلام. الآن الهمزة المتوسطة طلابنا تعتمد كتابتها على حركة الهمزة وحركة اللي قبلها، ومن جديد الله يرضى عنهم يا رب صايرين يحركوا لك الهمزة أو اللي قبلها بالحركة اللي مش سبب لكتابة الهمزة، فأنت بدك تحذر حركة كتابة الهمزة. شوفوا إحنا متعودين إحنا إنه إذا كان كسرة نبرة، وإذا كان ضمة واو على واو، وإذا كانت في فتحة راح تكون إيش؟ على ألف. الآن هاي السكون مبنية بالموقع المتوسط هون، تعالوا خلينا نمسك كلمة كلمة. كلمة ذئب راح يكون بالوزارة حط لك سكون هون، أنت على نبرة يعني في كسرة، يا هي يا قبلها، ما دام حط لك عليها هون سكون معناته مين مكسور؟ قبلها. فالآن تقول له كتبت على نبرة هي ساكنة واللي قبلها مكسور. طب تعالوا لي على كلمة فؤاد، هسا الفاشو عليها ضمة والهمزة عليها فتحة، طبعا راح يحط لك اللهم صل على سيدنا محمد على الهمزة فتحة، انت تحذر الضمة اللي على الفاء. واذا قال لك ليش انكتبت هيك تقول يا معلم كتبت على واو لانها مفتوحة وما قبلها مضموم. تعالوا على كلمة مأمون، يلا انا وياك طلاب. الان كلمة مأمون ما فتحة، ما سكون هون، يلا لماذا كتبت على ألف؟ لانها ساكنة وما قبلها مفتوح، هاي بالوسط نحكي عن وسط. تعالوا على هون مائل مكتوبة على نبرة في سبب كسر، الله خلق الألف ساكنة إذا هي المكسورة، أقول له لأنها مكسورة وما قبلها ساكن. طب ماؤها، الله خلق الألف ساكنة معناته هي مضمومة لأنها مضمومة وما قبلها إيش؟ ساكن. فالآن راح يكتب لك حركات عليهن، راح يكتب، فيا طالبي مدام هو كتب لك حركات راح يكتب لك واحدة من الحركتين اللي أنت اللي هي تكون مش سبب الكتابة. يعني هون مين راح يحط لي أنا؟ قولوا لي راح يحط لي على الألف سكون، معناته أنا راح أحذر أنه على الواو ضمة. طب يلا هون مين راح يحط لي؟ راح يحط لي السكون وأحذر الكسرة على مين؟ على نبرة هون. طلابنا خلصت أنا هون، معناته أنا إذا كانت الهمزة بالوسط وكانت مكسورة أو قبلها مكسور على نبرة، إذا كانت مضمومة أو قبلها مضموم على واو، إذا كانت مفتوحة أو قبلها مفتوح على ألف، هذا بالنسبة للهمزة المتوسطة. الآن نأتي إلى الهمزة المتطرفة، راح تقول تطرفت بعده، تطرفت بعده، فنحذر حركة اللي قبلها. تهيو يو تطرفت بعد ضم كتبت على واو. قرأ را رأى تطرفت بعد فتح كتبت على ألف. سماء بس تشوفوها بالآخر وقبلها ألف تطرفت بعد حرف مد ساكن. شاء طي طي تطرفت بعد كسر جزء. شوفيها وين سكون تطرفت بعد حرف ساكن. إذن الهمزة بالأخير أحكي تطرفت، قبلها مضموم تكتبها على واو تطرفت بعد ضم، قبلها مفتوح تكتبها على ألف تطرفت بعد فتح، قبلها ألف تكتب له تطرفت بعد حرف مد ساكن، قبلها موجود كسرة تطرفت بعد كسر، وقبلها ساكن تطرفت بعد حرف مد ساكن، آسف بعد ساكن، آسف هون بعد ساكن. الآن طلابنا الهمزة شوفوا لما تكون بالأخير وإنت تركب لها تنوين فتح، تمام، وهي الهمزة هون شايفينها هي،
إذا الحرف اللي قبلها من الحروف التي تقبل الوصل راح نكتبها على نبرة، فتصير الكلمة هاي عبئا. ليش كتبنا الهمزة على نبرة؟ الحرف هذا تعاون معنا من الحروف التي تقبل الوصل بما بعدها. أما إذا جاتك كلمة وضوء، هذا الحرف ما بيرضى يتعاون اللي هو الواو، فالآن راح تظل الكلمة على السطر اللي هي الهمزة على السطر، فتصير وضوءا هيك على السطر. تمام؟ أحيانا نكتب الهمزة على الحرف اللي قبل الألف. على الكتابة الهمزة المتطرفة في كلمة منونة بتنوين الفتح النصب على نبرة، الحرف الذي قبلها يقبل الوصل بما بعدها زي هذول. على الكتابة على السطر، الحرف اللي قبلها لا يقبل الوصل. شو هن الحروف التي لا تقبل الوصل؟ اللي يشبهن بعض، واو دال دال را زين وألف، هذول حروف لا تقبل الوصل. طيب تدريب، اضبط حرف الشين في كل مما يأتي عشان تكتب الهمزة. فالآن هون نشأ لأنه قبلها مفتوح كتبناها على ألف، منشئ لأنه قبلها مكسور كتبناها على نبرة، منشأة لأنه قبلها مفتوح كتبناها على ألف، ناشئ قبلها مكسور تطرفات كتبناها على نبرة، نشأ سكننا الشين كتبناها على السطر، ينشئون كتبناها على نبرة، منشأ قبلها مفتوح كتبناها على ألف، مسؤول الآن السين ساكنة لكن هي لو جينا حركناها في ضمة كتبناها على واو. سئل من أقوى الكلمات على الإطلاق اللي قبلها مضموم وهي مكسورة، كتبت على إيش؟ كتبت على نبرة. اختر الإجابة الصحيحة. أنت الآن يستخدم المعلم استراتيجيات تدريس ملائمة ولا ملائمة؟ الآن ملائمة أكيد راح تكون هون. صرف للطالب الجامعي مكافئة ولا مكافأة؟ أكيد مكافأة هاي لأنه في فتحة فيها. فعل الأمر، أمر الفعل الثلاثي همزة وصل، ليش بدك تحط قطع؟ فهاي الصح. فإذا ليش اخترت هاي؟ لأنك أنت باللفظ تكسر ملائي ما فتكتبها على نبرة، أنت باللفظ تفتح فتكتبها على إيش؟ على ألف، وهون أمر الفعل الثلاثي همزة إيش؟ وصل. هون تمام طلابنا. طبعا أنا حاط بعد كل درس ضبط لبعض الكلمات، الآن يا ريت لو الطالب يقرأهم، هذا كان في النهج القديم كان يجيبوننا حركة الميم وهاي ومش من تدريبات الكتاب، فكنا احنا تخوفا نحط للطالب حركة بعض الكلمات اللي شايفين عليها العين احنا، فهي من بعض الكلمات اللي عليها ايش؟ عليها العين. هيك طلابنا تكون الوحدة الثانية الحمد لله رب العالمين انجزنا فيها. يا رب يا رب لكل طلابنا احنا ان شاء الله رب العالمين السداد في الرأي. قبل اغادر بالله، طلابنا اللي مش حافظ قواعد الهمزة راح يعاني صراحة، راح يعاني. احفظ القواعد، احفظ قواعد الهمزة لما تكون وصل وقطع، احفظ قواعد الهمزة لما تكون بالوسط، واحفظ قواعد الهمزة لما تكون متطرفة، ما راح يصعب عليك إشي إن شاء الله رب العالمين. يعطيكم العافية وإن شاء الله رب العالمين نقلة إلى الوحدة الثالثة بإذن الله عز وجل، والأمور راح تكون إن شاء الله لقدام شوي أخف وأخف بإذن الله عز وجل. الله يعطيكم ألف ألف عافية.